وضع صحي آخذ بالانهيار أكثر. هذا ما بدت عليه اليمن بعد أكثر من 3 سنوات من انقلاب الميليشيا على الدولة، ومع تزايد القلق نتيجة انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة. وصلت إلى مطار صنعاء 7 طائرات تابعة لمنظمة الصحة العالمية. الطائرات تحمل نحو 168 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ والجراحة، بالإضافة إلى أدوية لعلاج مرض الكوليرا وأنواع مختلفة من السوائل الوريدية والمضادات الحيوية. ومنذ أكثر من 3 سنوات يصارع الملايين من المواطنين من أجل الحصول على أبسط خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وفق ما أكده ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زغاريا. ومع تزايد الاحتياجات إلى مساعدات صحية عاجلة في عدد من المحافظات خاصة في تعز والحديدة، تثار العديد من الأسئلة حول استمرارية وصول أغلب المساعدات الطبية للمنظمات الأممية إلى صنعاء، على الرغم من الاتهامات العديدة للميليشيا بنهبها وبيعها في الأسواق العامة، وعلى الرغم من الاحتياجات الصحية الكبيرة التي يعوزها آلاف السكان، إلا أن الكثير يأمل أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف المعاناة، حيث تعتمد معظم المستشفيات في البلاد على هذه المساعدات للاستمرار في تقديم خدماتها للمحتاجين.